لماذا تدهن الطائرات باللون الأبيض؟ أهلا بيكم في قناة حقائق ومعلومات. لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. هل تساءلت يوما لماذا معظم الطائرات لونها أبيض؟ لا شك أنك تساءلت يوما عن سبب ظهور معظم طائرات الركاب في جميع أنحاء العالم باللون الأبيض، وهل يمكن طلاء طائرة باللون الأسود أم لا؟ للإجابة على هذا السؤال يجب أن تدرك أن معظم شركات الطيران في العالم تختار اللون الأبيض لطائراتها لعدة أسباب، على الرغم من وجود الطائرات السوداء مثل الخطوط الجوية النيوزلندية، كما يوجد الطائرات الرمادية وطائرات برتقالية أيضا، لكن اللون الأبيض لا يزال هو الأكثر انتشارا، ولكن هناك عدة أسباب جعلتهم لا يفعلون ذلك. منها أولا اللون الأبيض يحافظ على برودة الطائرة. السبب الرئيسي لطلاء الطائرات باللون الأبيض أو الفاتح هو انعكاس ضوء الشمس وتقليل الحرارة وأي ضرر محتمل من الإشعاع الشمسي نتيجة درجة الحرارة. يعتبر اللون الأبيض من أفضل الألوان بالنسبة لانعكاس ضوء الشمس، حيث يعكس تقريبا كل الضوء الذي يسقط عليه، على عكس الألوان الأخرى التي تمتص القليل من حرارة الأشعة، وبالتالي يحدث تراكم تدريجي لبعض الحرارة. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن تجنب الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الجسم ليس فقط أثناء الطيران، ولكن أيضا عندما تكون الطائرة متوقفة وحلقة في الجو، لأنها تتطلب وقتا أقل لتبرد بعد التوقف في أرض المطار في بيئة مشمسة حارة. تاني سبب، الكشف عن التشققات في سطح الطائرة. اللون الأبيض يسهل عملية اكتشاف الشكوك أو الشروخ التي قد تحدث على سطح الطائرة. ثالثا، تسهيل العثور على الطائرة في حالة وقوع حوادث أو سقوط الطائرة، يسهل العثور على حطام الطائرة والكشف عنها. رابع سبب، اللون الأبيض أفتح. تحتاج الألوان الداكنة إلى إضافة مواد أخرى لإظهار لونها الدقيق، وكلما كان لون الطائرة أغمق زادت طبقات اللون التي تحتاجها. خامسا، اللون الأبيض أرخص، حيث يتم استخدام مواد كيميائية أقل في تركيبه للإشارة إلى اللون. السبب الثالث، لإظهار شعار الطائرة بشكل أوضح. تنفق شركات الطيران مبالغ طائلة لتصميم شعارها الذي سيمثل الشركة، واللون الأبيض هو الخيار الأفضل لإظهاره بوضوح وبشكل مرئي. سابعاً، اللون الأبيض لون واضح كي تنجذب الطيور للطائرة. في دراسة أمريكية نشرت في مجلة Human Wildlife Interactions في عام 2011، تبين مدى فائدة اللون الأبيض في الطلاء، وأوضحت ضرورة زيادة رؤية الطائرات من الخارج بألوان بيضاء أو زاهية لزيادة اكتشافها وتجنبها من قبل الطيور، وبالتالي خفض حوادث اصطدام الطائرات بالطيور. ثامناً، لأن اللون الأبيض لا يتأثر. عندما تحلق الطائرة على ارتفاعات عالية فإنها تتعرض بشكل كامل ومستمر لظروف الطقس المختلفة، لذلك يتضرر طلاء الطائرات الملونة، وبالتالي يتطلب العديد من تقنيات الطلاء الاحترافية للحفاظ على الانجذاب الجمالي. وتحتاج بعض شركات الطيران إلى إعادة طلاء الطائرات الملونة أكثر من الطائرات البيضاء بحيث لا تبدو قديمة ومتعبة. في الفيديو ده أنا قلت 8 أسباب عن لماذا لا تدهن الطائرات باللون الأبيض. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. سلام، وأشوفكم في فيديو جديد.